والسدس فرض سبعة من العدد. هذا العلم سبعة، يقول أب أم جد جدة بنت ابن فأكثر، أخت لأب فأكثر، ولد الأم. نعم. أب وأم ثم بنت ابن وجد، والجد مثل أبي عند فقر، والأخت بنت أبي ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. نعم، هذا سبع الآن. نعم. فله يستحقه مع الولد. قلنا الأب يأخذ السدس عند وجود فرع وارث ذكر، أما مع الإناث يأخذ السدس والباقي إن بقي له شيء بعد السدس. نعم. وهكذا الأم بتنزيل الصمد. الصمد هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، والذي قام بنفسه وقام غيره به، والذي لا جوف له. وهذه السورة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن جاء فيها وصف الله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتجي. يعني الأب يأخذ السدس عند وجود فرع وارث، ابن بنت ابن ابن بنت ابن، مع الذكور الباقي ومع الإناث مع الذكور السدس، ومع الفرع الوارث من الإناث السدس والباقي. نعم. وهو لها أيضا مع الاثنين. لها للأم إذا جاء جمع من الإخوة لأم أو فرع وارث. نعم. من إخوة الميت فقس هذين. نعم. والجد مثل الأب عند فقده. الجد يقول مثل الأب عند فقد من؟ الجد كيف يرث؟ عند فقد الأب. صحيح. إذا متى يرث الجد؟ عند عدم الأب. متى ترث الجدة؟ عند عدم الأم. نعم. في حوز ما يصيبه ومثله. نعم. إلا إذا كان هناك إخوة. يقول الجد مثل الأب إلا في مسائل ثلاثة عندهم. الجد والإخوة هذه مسألة مريحة جدا تأتينا إن شاء الله، أسهل ما يكون في الفرائض. اجعل الأب جد وارتاح، مفهوم؟ ملة أبيكم إبراهيم، وهو عليه الصلاة والسلام جد، صح؟ فالجد يحجب الإخوة الشقاء، ولأب ولأم مرتاح، حل المسائل وأنت مرتاح، مفهوم؟ نعم. المسألة الثانية والثالثة الغراوين والعمريتين، زوج أم جد، هنا الأم تأخذ الثلث ليست عمرية، زوجة وأم جد ليست عمرية تأخذ الأم الثلث، إذن خالف في مسألتين. المسألة الثالثة الجد والإخوة، الأب الجد أب يحجب كل الإخوة وارتاح. نعم. إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. نعم. أو أبوان معهما زوج ورث. نعم، هذه المسألة الأولى العمرية، فالأم هنا تأخذ الثلث مع الجد، ليست كالمسألة إذا كان فيها أب، وكذلك زوجة وأم وأب. نعم. فالأم للثلث مع الجد ترث. نعم. وهكذا ليس شبيها بالأبي بزوجة الميت وأم وأب. هذه العمرية الثانية، زوجة وأم وجد، الأم تأخذ الثلث هنا، المسألة فيها ربع وثلث، من كم؟ من كم يا رجل؟ شوف هنا المسائل، أوقف يا رجل أنت، أي نعم أنت، خليك معي، مسألة فيها ثلث وربع، الاثنين تصلح؟ لا. الثلاثة؟ لا. أربعة؟ أربعة فيها ثلث؟ كلها تصلح، امشي. الستة ما تصلح، الثمانية ما تصلح، 12 فيها ثلث وربع، إذا مسألتنا من 12، الزوجة لها الربع كم؟ ثلاثة، والأم لها الثلث أربعة، والباقي كم للجد؟ وانا محامي، وانا محامي، ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. يا أخوي إيش فيك أنت؟ ثلاثة وأربعة سبعة ناقص 12 خمسة، هذا الباقي، اجلس. نعم. وحكمهم سيأتي. يقول الجد والإخوة سيأتي معنا. نعم. وباب مريح جدا، الجد أب واحجب الكل وارتاح. نعم. مكمل البيان في الحالات. قال اصبر، سيأتيك الكلام في الجد والإخوة، لا تستعجل. نعم.